بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، وبلغنا مما يرضيك آملنا. افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا يا رب العالمين، واقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم كما بدأتنا مسلمين، اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، نحن وذريتنا وأبائنا وأحبابنا وسائر المسلمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما في الدارين أمين في فقه السادة الشافعية. واليوم فصل في أحكام القراض، القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى واحد. يعني أحيانا مش عايزين يبقى في رنة، لأن ده مش صوان ميتة، ده درس ممنوع الرنة، فاهم؟ زي ما كان الأول أحسن. لا بلاش الرنة دي، ده درس مش صوان ميتة، اصل ده بيخلي ما فيش تركيز، ما ينفعش. الشيخ عايز يلعلع ويقرا بتاع، انما احنا والشيخ لا عايزين يلعلع، احنا عايزين نفهم ونفهم. خليه كده بدون اي رن. القراض في الفقه له ثلاثه اسماء: قراض ومقارضه ومضاربه. كويس، عشان لو سئتها تملي اهل العراق كانوا يحبوا يسموها المضاربه، وأهل الحجاز يحبوا يسموه القراض والمقارضة. تعريف القراض إيه أو المقارضة؟ لغة مشتق من القرض، القرض يعني القطع، حتى احنا نقول المقراض، المقراض الحاجة اللي بتقطع، فالقرض جاي إيه من، والمقراض اسم من أسماء المقص برضه، المقراض اسم من أسماء المقص بتاع الترزي اللي يقص القماش يقطعه يعني. فلغة مشتق من القرض وهو القطع، وشرعا هو دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهم. هو كان حقه يعني يقول عقد يقتضي دفع المالك، لأنه أصلا عقد، لكن هو من باب الاختصار قال لك كده. لكن هو من حيث الدقة كان حقه بدل ما يقول دفع المالك عقد يقتضي دفع المالك، لأنه إجاب وقبول وعقدين ومال وربح وتجارة عمل يعني، فلازم يبقى إيه ياخد صورة. لكن الدفع ده الفعل نفسه، وإحنا بنتكلم على العقد اللي هو الاتفاق الأولي، وبالتالي كان أفضل يقول بدل ما يقول دفع المالك كان يقول عقد يقتضي دفع المالك مالا، يعني شيء متمول له قيمة. وهيتكلم على شروط المال ايه، وشروط المالك ايه، وشروط العامل ايه، هيتكلم على كل حاجة. يبقى دفع المالك مالا للعامل ليعمل فيه والربح بينهما. المالك هنا جايبها بالإفراد، يجوز تعدده، مش شرط يبقى مالك واحد للمال، يعني ممكن نبقى احنا نجمع من بعضنا مال، نبقى 10 نجمع مليون جنيه، انت تدفع 100,000 وده يدفع 200,000 وده 400,000 وده، لحد ما نجمع مليون جنيه ونبقى عدة ملاك، وندي هذا المال لعامل يشتغل فيه، فيجوز ان يتعدد المالك، يجوز، ويبقى عقد صحيح، وهيبقى كل واحد هيبقى ربحه بنسبة ماله. كويس؟ ويجوز ان يتعدد العامل ايضا. يبقى يجوز أن يتعدد المالك ويجوز أن يتعدد العامل. فبيتكلم هنا احنا الوقت يعني واحد زي الدكتور علي جمعة
فقيه معاصر ومفتي الجمهورية سابقا يحب يسميه عقد تمويل باللغة المعاصرة. يقول لك لأن الناس لما تيجي له قراض يبقى مش فاهم، ومش فاهم يعني إيه الفرق بين القرض والقراض ويتلخبط. فهمت إزاي؟ لأن اللغة بقت لغة قديمة غير مستعملة حاليا، لكن ده اسمه عقد تمويل، بتمول إنسان بمال ليعمل فيه وتاخد أنت نصيبك من الربح بالمال. فسماه الدكتور علي جمعة إيه؟ باللغة المعاصرة عقد تمويل. يعني أنت ممكن تاخد من البنك مبلغ، الناس يقول لك أنا هقترض من البنك، فجت من القرض ويخش في أزمة الربا، يقول لك كل قرض جر نفع فهو ربا. واخد بالك؟ لكن هو لو غير المسمى وقال أنا هاخد تمويل من البنك لمشروع، يبقى خرج من قضية إن ده قرض جر نفع، ويبقى البنك ياخد فائدة، هذه الفائدة هي نصيبه من الربح، ويبقى عقد مقارنة عادي وليس شيئا فيه. واخد بالك؟ يعني مجرد توصيف المسألة واختيار الالفاظ في العقد بيحوله الى عقد جائز او عقد ايه فيه شبهه او عقد محرم. عشان كده لابد من توصيف المساله كويس. هو العقد ده على اي حال عقد المقارضه او القراض فعله النبي. واخد بالك؟ فعله النبي. فقال ايه مثلا؟ النبي في بدايه حياته تاجر في مال خديجة، ما هو ده كان قراض، ياخد مال ستنا خديجة ويروح يتاجر في الشام وياخد نصيبه من الربح ويديها نصيبها من الربح، فده عقد واستمر وجاء الشرع أيد هذا الفعل. واخد بالك؟ يبقى له دليل في السنة النبوية والصحابة نفسهم كانوا بيعملوا كده، فده له أصل، وله أصل أيضا في القرآن: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والفضل من ربكم اللي هو الربح، ربح المال، لأن التاجر بياخد فرق الربح، فده سماه فضلا من ربكم ولا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا. فله دليل يعني من القرآن وله دليل من السنة ولا شيء فيه، وفعل الصحابة والأمة على مر العصور. المالك لابد أن تتوفر فيه نفس شروط الموكل في عقد الوكالة، لو أنتم فاكرين لما تكلمنا في الوكالة. وكذلك العامل لابد أن تتوفر فيه نفس الشروط في الوكيل، لأن هي بالظبط يشبه عقد الوكالة، كأنك أنت بتوكل العامل أن يعمل في مالك، فصار وكيلا لك في مالك، فهي تشبه عقد الوكالة من هذه الجهة، وبالتالي القراض أو المقارضة تشبه الوكالة، وبالتالي شروط الوكيل والموكل هي نفسها شروط المالك والإيه والعامل في عقد القراض، هي نفس الشروط. لازم يكون طبعا مالك حر التصرف، يكون رشيد، واخد بالك ازاي؟ كل الحاجات دي، ومش شرط بقى الاسلام، لان العقود دي مش شرط، يعني ممكن اخد مال كافر وانا مسلم اشغله له، وممكن العكس، انا مسلم وادي مالي لواحد كافر يكون عنده خبره في التجاره ويشغله لي. يعني لا يشترط فيها الاسلام بقى في المسائل دي او الديانه، لكن يشترط فيها الامانه. الامانه يعني لان الامانه دي تجعله انه يحافظ على المال، لانه يده عليه يد امين. يعني يد العامل على المال يد أمانة، ولا يضمن إلا بالتقصير كالوديعة. واخد بالك؟ فاليد فيها يد أمانة، يبقى اشترط فيه أن يكون أمينا. ما ينفعش واحد يكون سيء السمعة واديله مال يشتغل فيه. واضح؟ كل الحاجات دي يعني شروط ناخد بالنا بيها على أساس إن هي مرت في الإيه؟ في العقود السابقة. وللقراض أربعة شرائط. على أساس إيه؟ هي هتكلم على الشرائط الخاصة بعقد القراض بالذات، على اساس ان الشروط الثانيه منسحبه على الباقي، لانه يريد ان يختصر بدل ما يعيد كل مره نفس الشروط المتكرره. اولا احدها ان يكون على ناض. كلمه ناض يعني نقد، يعني سيوله، يعني مال سايل. يبقى ناض بالضاد كده في كتب الفقه القديم يعني مال سايل. ادي معنى على ناض، اي نقد من الدراهم والدنانير، لأن النقد أيام الفقهاء لحد عصر قريب كان عبارة عن فضة أو ذهب. لحد سنة 72 أما عوموا العملة وخلوها بترو دولار، ما بقاش لها علاقة لا بالذهب ولا بالفضة، خلاص بقت ليها علاقة بالبترول. البترول هو اللي يحدد سعر العملات الورقية. واخد بالك؟ ارتفع سعر البترول ارتفع سعر العملة الورقية، خفض من خفض، ما لهاش علاقة بالذهب.
كويس، ده حديثا، لكن احنا بنتكلم على الفقه، بيتكلم على الفقه القديم. يبقى أول حاجة في المال أن يكون على نقد، يعني نقد من الدراهم والدنانير المسكوكة المعمولة عملة، يعني ما جبلوش كيلو فضة ولا كيلو ذهب وأقول له اشتغل فيه حلية مثلا، ما ينفعش. لازم يبقى الحاجة المضروبة عملة، المسكوكة عملة، واضح؟ الخالصة. فلا يجوز القراض على تبر، يعني ذهب غير خالص. التبر اللي هو لما يبقى ذهب في معدنه في تربته لسه مستخلص ولم يسك، يبقى ده ما ينفعش. فلا يجوز على القراض على تبر ولا حلي، لانه ده ذهب مشغول، ولا مغشوش لانه قيمه الذهب فيه مش معروفه، ولا عروض ومنها الفلوس. الفلوس دي كان في عمله نحاسيه وبرونزيه زمان كانوا بيدوها كسر الفضه وكسر الذهب، فيقول لك دي اسمها فلوس. فلوس دي لا زكاة فيها ولا يجوز القراض بها لان ليست لها قيمه في ذاتها، واخد بالك؟ ده ايام ايه الاستعمال القديم، حتى انهم قالوا لا زكاة في الفلوس وان راجت رواجد نقدين، قايلين كده. حتى عند الاحناف قالوا نفس الكلام، والشافعيه قالوا نفس الكلام. الفلوس اللي هي ما تبقى عمله ملهاش قيمه، ملهاش قيمه في ذاتها، عارف زي الجنيه الذهب، الجنيه المصري الوقت المعدني ده، ده معدن لا هو ذهب ولا فضه ولا بتاع، شويه سبائك ملهاش قيمه، يعني لو جيت توزنها يمكن ما تجيبش نفس قيمه الشرائيه بتاع الجنيه نفسه، ده يسموه فلوس. فيبقى ما ينفعش ان انا اقارض بيها، ليه؟ لان ملهاش قيمه ذاتيه في ذاتها. ويقول لك العروض، احنا قايلين دلوقتي ان الاوراق الماليه الان صارت عروض تجاره، يبقى بالمعنى ده على الفقه القديم ما ينفعش يبقى عندي عقود تمويل بالاوراق الماليه على الفقه القديم. لكن حتى لا تتعطل الاحكام، فقهاء في العصر الحديث قالوا احنا هنتعامل مع الاوراق الماليه بالرغم انها عروض تجاره ان هي بديل لايه؟ للدرهم والدينار، حتى لا تتوقف احكام الزكاه ولا تتوقف اعمال المعاملات مع الناس. فهمت ازاي؟ لكن من حيث الفقه القديم كل ده ما ينفعش. لا في زكاة في الأوراق المالية لأنها يعني ليست ذهب ولا فضة، والزكاة في الذهب والفضة، واخد بالك؟ وفي الزروع وفي الحيوان، واخد بالك؟ ولا يجوز المقارضة عليه لأن لا قيمة ذاتية فيها. لكن زي ما قلنا إن لابد إن احنا نفهم روح الشرع إيه ومقصد الشرع إيه، مش الزمن بتاع الشرع، لأن الشرع إذا عرفت مقاصده ومناهجه تستطيع أن تطبقه في كل زمان وفي كل مكان، وإذا توقفت على زمن تطبيق الشرع أيام النبي قد تصل لمرحلة لا تستطيع أن تطبقه، وبالتالي يتوقف الشرع ويصير غير صالح لكل زمان ومكان. ومن أجل هذا، وعشان كده احنا كنا بنعيب على الجماعة السلفية والوهابية إن هم عايزين يطبقوا زمن النبي مش يطبقوا منهج النبي، فعايزين يرجعونا لورا واحنا مش هنقدر نرجع ورا. ليه؟ لان الحياه تقدمت وتغيرت والعقود تغيرت ووسائل المعيش تغيرت. فلو عايز يرجعني لزمن النبي ازاي هرجع؟ فهمتني بقى ازاي؟ وبالتالي هيصطدم مع الواقع، يقوم يخلي بعض الناس تكفر. بعض الليبراليين قال لك احنا مش عايزين الاسلام ده، الاسلام بتاعهم، لانه حس انه هيوقف مسيره الحياه. فهمت بقى ازاي؟ لكن الاسلام مش كده، الاسلام ده فهمهم للاسلام وده فهم السقيم. ومن اجل ذلك احنا بنقرا عشان نفهم الفقه القديم، وفي نفس الوقت نعرف ايه التغير في الفقه الحادث عن الفقه القديم. يعني لو الامام الشافعي عايش الايام دي ما كانش هيقول ان يشترط يبقى من الدراهم والدنانير. لو الامام الشافعي عايش دلوقتي والامام ابو حنيفه وشايف ان التعاملات بالاوراق الماليه كان هيقول عليها الاوراق الماليه. خدت بالك ازاي؟ لانها راجت رواج النقدين ولا يوجد نقدين. الفلوس لما قالوا عليها ده زكاة فيها كانت موجوده وموجود معاها النقدين، كله موجود، فقال لك دي ما لهاش زكاه ولا ينفع قراض وتشتغل بيدي لان دي ليها قيمه ذاتيه فيها. طب دلوقتي زادت الاثنين. فهمتني ازاي؟ ما بقاش لا في ذهب ولا فضه خالص في التعامل. يبقى لابد ان الفقه يراعي تغير الاحوال ويسير الزمن مع مراعاة مقاصد الشرع ومنهج الشريعة. فهمت بقى المسألة؟ ودي ميزة الفقه في الأزهر الشريف. الأزهر الشريف لما بيجي يدرس بيدرس الأول مقاصد الشريعة
ويدرس الفقه القديم ويشوف الواقع ايه اللي حل، وبعدين يبتدي يتخذ لنفسه تطبيق جديد يعني موافق للشرع ومقاصده، وفي نفس الوقت يساير مصالح الناس في الزمان ولا يعطلها. ولأن والحياة مسيرة الحياة لن تتوقف، انت لو حتى قلت لهم حرام الحياة ماشية ماشية، مش هيقدروا يتوقفوا خلاص. فهمت ازاي؟ فلابد انك انت تراعي مصالح الناس. فعلشان كده احنا الوقت بنقرأ الفقه القديم للشافعية، يتغير من سنة 72 اللي فات ده، ونشيل الدراهم والدنانير ونقول الأوراق المالية. والأوراق المالية عروض تجارة، بيقول لك هنا ولا يجوز في عروض التجارة، في العروض نقول لهم لا يجوز إن كانت أوراق مالية، لأن الأوراق المالية صارت لها قيمة ذاتية شرائية في ذاتها، وأصبحت لها قبول عام، ولا يوجد معها نقدين عشان نقول بلاش دي ونستعمل النقدين. وممكن يجي فقيه تاني يفكر بطريقة تانية، يقول إيه؟ يقول ان انا لما اديله الاوراق المالية اديله 1,000,000 جنيه اشوف قيمتهم دول ذهب قد ايه، ويبقى انا بديله 1,000,000 جنيه دي تجيب مثلا نفترض مثلا كيلو ذهب او كيلو ونص ذهب عيار 21، يبقى انا اقول له انا بديلك ما يعادل كيلو ونص ذهب عيار 21، لما نيجي نتحاسب بعد عدة سنوات ترجع لي ما قيمته كيلو ونص ذهب، انا ماليش دعوة هيطلع كام بقى. فهمت؟ ممكن يجي فقيه يقول لك كده نجعله الذهب معيار وليس للمعاملة بل معيار للقيمة. ممكن يبقى نظرة الفقيه تختلف، فقيه يقول لك خلاص الغي العلاقة بين الذهب وبين الأوراق المالية واشتغل بيها، وفقيه تاني ممكن يقول لك لا خلي التعامل بالأوراق المالية وخلي معيار الحساب بما قيمة ذهبه فيه. يبقى دي وجهة نظر صحيحة ودي وجهة نظر صحيحة، ونشوف المصلحة تتأتى بأي وجهة نظر ونمشي بيها، لأن ده صحيح وده صحيح والاثنين يراعوا إيه؟ مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة ألا نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وفي نفس الوقت ألا تتوقف مصالح الناس، وألا نقع في المحرم. فهمت ازاي؟ ادي المقاصد اللي احنا عايزينها. يبقى لو جالك فقيه بيقرأ الكتاب وعايز ينفذ الزمن القديم هيوقف حال كل عقود التمويل في العصر الحديث ويحرمها وتنه مروح ويوقف كل الاقتصاد، وده خطأ. فهمت ازاي؟ فلازم لما تقرأ تعرف ازاي تاخد الفهم، وفي نفس الوقت تعرف تغير حاله في زمنك، لان هم كانوا بيتكلموا على زمن غير زمننا. ما هو الدكتور علي جمعه بيتكلم وغيره بيتكلم، وفي بعض الفقهاء التانيين التقليديين بيهاجموهم لما يجي يتكلموا كلام زي ده، لان في ورد عقليه تقليديه. فهمتني ازاي؟ وفي عقليه تانيه بتدرك الواقع بسرعه، فهيفضل الصراع بين العلماء على فكره، ده موجود في كل عصر، بين العقليه التقليديه والعقليه المعاصره اللي هي فاهمه مقاصد الشريعه وفي نفس الوقت عندها القدره على التكيف، فهيفضل الخلاف ده موجود على فكره. وفي الاخر بتلاقي الناس بتاخد راي مين؟ العقليه اللي هي متراعي تغير الزمن، وتسمع العقليه الثانيه وتخلي العقليه الثانيه ضميرها اللي بيأنبها. فهمت ازاي؟ وده اللي بيحصل بقى في الاخر، الناس بتنصاع وفي نفس الوقت ضميره مأنبه لانه سامع ده، لكن الحياه بتمشي غصب عننا كلنا. فعلى اي حال لابد انك انت تلاحظ الحاجات دي كلها. يا دكتور ليست لها قيمة ذاتية في ذاتها، يعني أما تجيب أما تديك أنا رزمة ورق قيمتها 100,000 جنيه ورق كده، روح بيعها ورق، هتجيب بيها إيه؟ ورق كلينكس، كأنها ورق كلينكس. يعني أنا قريت من النوادر بعد الحرب العالمية الأولى في ألمانيا حصل تضخم رهيب فيها، واصبح لدرجه ان علشان يسددوا ديونهم للبلاد اللي هم خربوها بقوا يطبعوا فلوس ورق فلوس، لدرجه ان فقدت قيمتها، حتى ان الناس في الشتاء كانت بتتدفى باوراق الفلوس، يعني بقت قيمه الاوراق دي يعني بقى الفحم اغلى منها. فهمت ازاي؟ فهي دي المساله، ملهاش قيمه في ذاتها، ده ورق قيمتها في الرقم المكتوب عليها. الرقم ده لانه في دولة
بتتعهد انها توفر لك ما قيمته هذا الرقم تفقد قيمتها الذاتيه، تصبح ورقه كلينكس تنف فيها وترميها. فهمت بقى المساله؟ مش رفع الغطاء الذهبي. اه لانه رفع الغطاء الذهبي، لكن كان زمان لما تروح للبنك يديك بدلها قيمتها ذهب. فهمتني ازاي؟ دلوقتي خلاص. المهم يعني ان احنا علشان نراعي مصالح الناس لازم نعامل الاوراق الماليه مع علمنا انها ليست قيمه ذاتيه فيها، وانها عروض تجاره وليست لها غطاء ذهبي. لازم نعاملها معامله الاموال. يعني لانها بتقضي بها حوائجك، بتروح تتجوز تدفع بيها مهر، تروح تشتري عربيه بتدفع وتجيبها بيها، عايز تشتري عماره بتدفع وتجيب عماره، يبقى لها قيمه اهي ماليه متموله. فهمتني ازاي؟ وبالتالي لازم نراعي القيمه فيها، بالرغم ان في عقليه فقهيه ممكن تقول لك لا دي ليست لها قيمه ولا تنفع فيها زكاه ولا ينفع فيها حاجه ويوقف حال الحياه. احنا ضد هذه العقليه الجامده. واخد بالك ازاي؟ يبقى اول حاجه بيقول ان يكون على نض، يعني نقد، يعني عمله مسكوكه، يعني وراءها حكومه وبنك مركزي بيحميها. واخد بالك؟ ونظام سياسي ومعاهدات تحميها. ادي الحكايه، ادي معنى الوقت بالمفهوم المعاصر. فهمت؟ من الدراهم والدنانير الخالصه، فلا يجوز القرار على تبر ولا حلي ولا مغشوش ولا عروض، ومنها الفلوس. يبقى ما ينفعش اديله عمله مغشوشه. الوقت عمله ورقيه مغشوشه، ما في ناس بتغش العمله، ما ينفعش اديله عمله ويشتغل فيها وهي مغشوشه، ما ينفعش. يبقى المغشوش الان صار ايه؟ في سك العمله الورقيه، وكان زمان في ايه؟ في معدن الذهب والفضه. يبقى يختلف باختلاف العصر. والثاني اللي هو قال لك اربع شروط. الثاني كان حقه يقول ثانيها يعني، لانه قال احدها، كان الاول يقول ثانيها، مش كده برضه؟ لو كان يقول الاول يعني يقول الثاني، لكن قال احدها والثاني، دمها تقيل، فاتت عليه. كل واحد ممكن تفوت عليه، ما يجراش حاجه، فتفوت عليه ونسبتها على فكره. ما جيش اعمل طبعه جديده واروح كاتب انا ايه ثانيه، لان هو ما قالش ثانيه. شوف دقه بقى نقل التراث، تكتب زي ما قال، وفي الهامش يقول اللي انت عايزه، لكن تثبت الاول قول القائل. مهما تمر السنين تبقى عارف ابن قاسم الغزي قال ايه بالظبط. فهمت ازاي؟ والثاني والاولى ان يقول ثانيها، ان ياذن رب المال للعامل في التصرف اذنا مطلقا. يبقى انا اديته المتمول ده اللي هيشتغل فيه اللي هو ملكي، لازم اديله حريه التصرف المطلق في المال بدون اي قيود، لان لو قيدته قد يؤدي ذلك الى الخسائر، ولما يجي يخسر وحاسبه يجي يقول لي ما انت السبب، انت اللي كنت بتخليني اعمل كذا، ويحصل بقى ايه؟ النزاع. المفروض ان المالك ما بيفهمش في السوق، كونه ما بيفهمش في السوق دليل ان هو جاب عامل يشتغل له في ماله، فما ينفعش اللي ما بيفهمش يكلم اللي بيفهمه ويقيده. لو انت بتفهم اشتغل في مالك انت بنفسك، انت جايب عامل ليه؟ فهمت ازاي؟ ما هو انت يا بتفهم وتشتغل في مالك، يا ما بتفهمش وتجيب اللي يفهم وتقيدوش. ليه بقى؟ علشان ما يخسرش بقيودك، وبالتالي يحصل المشاحه والنزاع في الحكايه. عشان كده يقول لك ايه؟ أن يأذن رب المال للعامل في التصرف إذنا مطلقا، زي وكالة عامة كده في التصرف، حرية التصرف. فلا يجوز للمالك أن يضيق التصرف على العامل. هيدي لك أمثلة للتضييق، لكن هو أي تضييق، بس هو بيديك أمثلة ليست على سبيل الحصر. كقوله لا تشتري شيئا حتى تشاورني. ده القيد أهو، لأنه ممكن يبقى في مكان ما يعرفش يتصل بيه. مش كده برضه؟ وتكون فرصة. على ما يتصل بيه يكون ضاعت. مش كده؟ ما السوق فرص، فما يقولوش كده. أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء، ينقي له بضاعة نادرة ويقول له ما اتجرش إلا فيها. طب ما هو النادر ده كتير ما يبقى مش موجود، يبقى المال هيفضل متراكم ومش عارف أشتغل. أو لا تشتري إلا الحنطة البيضاء، الحنطة اللي هو القمح يعني، البيضاء مثلا. أو يقيده يقول له ولا تشتري إلا من شخص معين مثلا، ما تتعاملش إلا مع فلان، أو ما تشتريش إلا من السوق الفلاني. كل دي قيود ما تنفعش. فهمتني إزاي؟ كل دي قيود ما تنفعش. ثم عطف المصنف على قوله سابقا مطلقا قوله هنا
أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا. أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، أو يقول له اشتغل مثلا في إيه، في بضاعة تكون موجودة طول السنة ما فيش مانع. يقول له أنا إيه عايزك تشتغل في المنسوجات، أنا عايزك تشتغل في البقالة، أنا عايزك تشتغل في الفواكه، أشتغل يعني حدد له مجال النشاط، لكن نوع الحاجة اللي هيشتريها في مجال النشاط ما يحددهالوش. فهمتني إزاي؟ يعني مجال النشاط لا بأس، مفيش مانع، يقول له مجال النشاط إيه؟ واضح؟ أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، أي في التصرف في شيء لا ينقطع وجوده غالبا، فلو شرط عليه شراء شيء يندر وجوده كالخيل البلق لم يصح. ده نوع من الخيل كان نادر الوجود، فما ينفعش برضه ينقي له حاجه نادره في الوجود. والثالث، وكان الاولى يقول ايه؟ وثالثها زي ما اتفقنا. والثالث ان يشترط له، اي يشترط المالك للعامل جزءا معلوما من الربح كنصفه او ثلثه. يبقى لازم كمان ينص في العقد على ايه؟ على نصيبه من الربح. مش يقول له خد المال ده شغله لي وان شاء الله هيبقى ليك نصيب في الربح. نصيب قد ايه؟ ما حددلوش، يبقى ما ينفعش، ده عقد باطل. طب لو اشتغلوا على هذا العقد بهذه الصوره، يقول لك لا ينعقد قرابا وينعقد ايجاره، ويبقى كل الربح للمالك ويديله اجرته كانه موظف. فهمت بقى ازاي؟ يعني افرض ان انا اديته المال، قلت له خد ال 10 مليون دي اشتغل لي فيه، وان شاء الله نبقى نتحاسب وهديك نصيبك في الربح، وما حددناش قدر معين. ففي الحاله دي يعمل ايه؟ العقد يبطل قرابا ويصير ايجاره. فهمتني ازاي؟ يصير ايجاره، ويبقى ده كان انا ماجره للعمل عندي، كاني موظفه عندي موظف، ويبقى مرتبه في الشهر قد ايه واديله بالشهر، وناخد الربح كله عشان نصحح العقد. طب لو قلت له الربح بيننا يبقى مناصفت. فهمت ازاي؟ لو قلت له الربح بيننا وما حددناش النسبه، قلنا الربح بيننا، يبقى يفهم انه مناصفه. خدت بالك؟ ليس محل نقاش على العرف، يعني لو ما يتفق ان نحيل على العرف ان اللي بيتكتب زي كده مثلا يوم الثلث، لان العرف متغير، متغير تماما ويتفاوت تفاوت كبير. واخد بالك؟ فالعرف هنا ما فيش عرف ساري ماشي، لما يبقى عرف معروف خلاص، زي في مهر المثل في الزواج ده عرف معروف، لكن هنا في التعاملات التجاريه مع الناس دي تتفاوت تفاوت كبير جدا على قدر خبره العامل. ساعات انت ما تجيب عامل خبير قوي تقول له هديك الثلاث ارباع في الربح وانا عايز الربع، لانه خبير قوي، واخد بالك، راجل قروبه في السوق وفاهم وعنده خبره وبيشتغل كويس. غير اما تجيب واحد ربع ربع لسه نص لب عايز تمرنه، تقول له انا هديك التمن في الربح، عايز تجربه الاول عشان ما يغرقكش، وهكذا تختلف. وبالتالي ما فيش عرف لازم ثابت، فنرجع لايه؟ لتغيير العقد الى ايجاره. علشان ايه؟ ولو قالوا بيننا، فكلمه بيننا في العرف معناه منصف، مش كده برضو؟ فنرجع بقى للعرف في كلمه بيننا، الربح بيننا وما قلناش قد ايه، نرجع للعرف. اما اقول لك دي الشقه دي بين فلان وفلان، تفهم ان ده ليه نصها وده ليه نصها، مش كده برضه؟ حضرتك القرض ده لو ما كانش في تجاره، يعني قصدي هو انا هشتري بيه عربيه. طب خلي الاسئله، هنخلص ايه الباب وبعدين نتناقش في الحاجات الجديده دي. بسم الله. يبقى ايه ثالثها؟ ان يشترط له جزءا معلوما من الربح كنصفه او ثلثه، لازم يحدد له. فلو قال المالك للعامل قارضتك على هذا المال على أن لك فيه شركة أو نصيبا منه، فسد القراض وسكت، نقول فسد القراض وتحول إلى إيجار، يبقى كده في الهامش عشان تتعلم. ليه بقى؟ لأنه ممكن يكون خد المال على هذا الشرط واشتغل فيه وبقى فيه ربح. طب هنحل الإشكال إزاي؟ فهمتني ازاي؟ نحله نحوله لعقد ايجار، ويبقى الربح كله للملك. فهمت بقى المساله؟ يبقى اذا فسد يتحول لعقد ثاني عشان تسير الامور. ما انا ما جيش انا زي الايه؟ زي الطوبه كده واقف ويقول لي طب نتصرف ازاي، اقول له ماليش دعوه.
فالفقيه لازم يجيب الحل كمان. يبقى ايه هنقول ان هو ايه فسد القرار او على ان الربح بيننا، لو قال على الربح بيننا صح ويكون الربح نصفين. ورابعها والرابع هو قال الرابع والافضل كان يقول رابعها زي ما قلنا، الا يقدر القرار بمده معلومه. ما ينفعش كمان يقول له خد الفلوس دي اشتغل بيها 6 شهور. فهمت ازاي؟ ما هو 6 شهور دي ما يعني ما يمكن ما يلحقش يشتري ويبيع كله، او يكون السوق راكد في الفتره دي وهو منتظر علشان ينطلق في حاجه تانية. فما ينفعش، لازم اديله فرصته حسب السوق. يبقى ما ينفعش ان انا اقيده القرار بمده معلومه كقوله قارضتك سنه، والا يعلق بشرط. وما ينفعش كمان ان يعلقه بشرط، يقول له مثلا ايه قارضتك على مثلا المال الفلاني المليون جنيه ولا 2 مليون مثلا على ان اعطيك اياها بعد شهر. ما ينفعش. فهمت ازاي؟ يستنى لما يخلص الشهر ويبقى قرضه في الحال. يعني لازم العقد يتم ويتم معاه ايه الدفع في الحال في نفس الوقت، ما يبقاش فيه تعليق على ايه لا شرط يعلق بدء العقد ولا شرط يعلق بدء العمل كمان. يعني ما ينفعش اديله المليون جنيه واقول له بشرط ما تتاجرش فيها الا بعد شهرين او بعد ما يجي رمضان، مع ان انا ابطله بس انا قيدت ايه بدء العمل. ده برضو ما ينفعش، لا اقيد بدء العقد ولا اقيد بدء العمل. فهمتني بقى ازاي؟ ورابعها الا يقدر القراض بمده معلومه كقوله قرضتك سنه، والا يعلق بشرط كقوله اذا جاء راس الشهر قارضتك. ده تعليق على بدء العقد، وايضا لا يصح على بدء الفعل زي ما اديت لك المثال. والقراض بقى حكمه ايه؟ المال ده في ايد العامل، يده ايه؟ ما احنا عندنا اليد في العقود الماليه اما يد ضمان او يد امانه، مش كده برضه؟ يد الضمان يعني لو ضيعها يضمنها، ويد الامانه لو ضاعت منه رغما عنه لا يضمن. فهمت ازاي؟ بدون تقصير يعني. فالقراض بقى يده عليها يد امانه، يبقى اصل عقد القراض او المضاربه هي يد امانه وليست يد ضمان. وحينئذ يعني وحينئذ يده يد امانه لا ضمان على العامل. طالما قلنا يد امان يبقى لا ضمان على العامل في مال القراض. متى يضمن؟ الا بعدوان، تعدى بقى، تعدى في المال، يعني اساء التصرف. فهمت ازاي؟ يبقى هنا في تعدي. خد المال وحطه على الترابيزه وما دخلوش في الخزنه وراح يصلي، رجع ما لقاش المال، يبقى هنا يضمنه بقى لانه تعدى. لكن خد المال وحطه في الخزنه وقفل عليها وبعدين راح يصلي، جم جماعه ارهابيين فجروا المكان، واخد بالك؟ يبقى لا يضمن خلاص لانه حطه في الخزنه. فهمت بقى المساله؟ لم يتعد، يبقى ايه لا يضمن الا بالعدوان، بالتعدي يعني. زي بالظبط في الوديع، لو انتم فاكرين عقد الوديع قلنا نفس القصه. الا بعدوان يعني بالتعدي فيه، وفي بعض النسخ بالعدوان. يعني لو هو اشتغل والسوق البضاعة اللي جابها رخص، حصل كساد، فالكساد ده أدى إلى خسران البضاعة، لا يضمن، ملوش ذنب لأنه ما كانش يعرف إن هيحصل كساد. فهمت إزاي؟ زي بالظبط لو ما حصلش كساد وارتفع السعر، ما هو الغنم بالغرب، هفرح بيه إنها كسبت، فزي ما هفرح بيه لو كسبني، واخد بالك؟ وده بسبب تغير السوق، أشاركه في إيه؟ في الخسارة لو كسب السوق رغما عنه. فهمت بقى؟ وإذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح. يعني هو اشتغل عمليات تجارية كتيرة، بعضها ربح فيها شوية وبعضها خسر فيها شوية وبعضها ربح فيها نص نص، فببتدي ايه أعمل ايه موازنة بحيث إن أنا أشوف في الآخر الربح الآخر قد ايه بعد ما أخصم الايه الخسائر والمصاريف والمستهلكات
واشوف في الاخر الربح الصافي قد ايه ونديله، اذا كان اتفاق انه ليه التلت ياخد التلت، ليه النص ياخد النص، ليه الربع ياخد الربع زي ما اتفقنا. كويس. واذا حصل في مال القراض ربح وخسران جبر الخسران بالربح، واعلم ان عقد القراض جائز من الطرفين. جائز يعني ايه؟ يعني غير لازم، مش جائز يعني مباح. جائز هنا يعني غير لازم، يعني يجوز فسخه من اي طرف من الاطراف في اي وقت. ادي معنى جائز. فهمت ازاي؟ جائز يعني يجوز فسخه من اي طرف من طرفي العقد في اي وقت، ليس عقد جازم لازم، ولكنه عقد جائز يجوز فسخه في اي وقت. فلكل من المالك والعامل فسخه. كويس. بالظبط زي عقد الوكاله، قلنا عقد الوكاله بينفسخ عقد جائز. يعني انا ممكن اعمل توكيل لمحامي وبعد كم اسبوع اروح انهي التوكيل ده، لانه عقد الوكاله عقد جائز. فهمت ازاي؟ يعني يجوز ان المحامي يعتذر لي يقول لا انا مش عايز ابقى وكيلك، وممكن ان انا الغي وكالتي ليه وفي اي وقت. خد بالك ان عقد الوكاله بينفسخ وعقد القراض ينفسخ برغبه احد الطرفين وبموت احد الطرفين برضه. بموت احد طرفي العقد انفسخ، او بجنون احد الطرفين، واحد اتجنن، او مثلا بعجز احد الطرفين، اصيب بحادثه واترمى في المستشفى مسكين واصبح غير قابل للحركه، يبقى انفسخ العقد. خدت بالك ازاي؟ طب لما ينفسخ يعمل ايه؟ يحول لي البضاعة الى مال ناض، يبيعها لي بقى. مش يقول لي والله هتفسخ العقد، طب خش خد في المخزن عندك 5 طن مش عارف قمح وعشر تلاجات وعربيتين قدامك في الحتة. وانا هعرف ابيعهم؟ المالك لو كان بيعرف يبيع ما كانش جاب عام. فيبقى لما اقول له انا عايز افسخ العقد ادي له مهلة انه ينضد لي المال. ينضده يعني يحوله الى نقد، يعني يبيع للي عنده ما يشتريش جديد. فهمت بقى ازاي؟ دي ايه واجباته نحو فسخ العقد. والله تعالى اعلى واعلم. بيقول هنا سؤال: رجل تاجر اعطاه رجل مبلغا من المال ليتاجر له فيه. هو تاجر وادى التاجر مال. اصل يقول لي رجل تاجر اعطاه رجل مبلغا، يعني اعطاه رجل اخر مبلغا. الرجل ده مش تاجر، ادى التاجر. نعم. ده عقد قراض. خد بالك ان عقد القراض لابد ان يبقى تجاره، ما ينفعش عقد استصناع. يعني ما ينفعش اقول له خد المال ده واشتري بيه وحوله قمح مثلا واعمله حلويات شاميه وبيعالي حلويات شاميه، لان دخل فيه الصناعه. ده ما ينفعش عقد قراض، ده عقد استصناع، ده شغلانة تانية وليه قوانينه التانية وقواعده الأخرى. فهمت ازاي؟ لكن عقد القراض متعلق بإيه؟ بسلع يجيبها ويبيعها، يبيعها ويبيعها وياخد فرق الربح. فهمت ازاي؟ ملوش دخل بالتصنيع، ملوش دخل بأي تصنيع، عشان نعرف إن عقد القراض ملوش دخل بعقد الاستصناع ولا التصنيع، دي حاجة تانية ليها شروط تانية. هنا رجل تاجر أعطاه رجل مبلغا من المال ليتاجر له فيه، واختلط المالان بحيث لا يتميز احدهما عن الاخر، وقد جعل التاجر له جعلا، هي كاتبها جعلا، هي حقها تبقى جعلا، جعلا من الربح كل شهر وليكن 1000 جنيه مثلا، فما حكم تحديد نسبة الربح لصاحب المال؟ هو موضوع اولا انه ياخد يعني سلفة من الربح قبل ما يحدد الربح، دي اسمها سلفة من الربح قبل تحديد الربح، أجازها بعض الفقهاء، أجازها بعض الفقهاء على أن دي سلفة من الربح لحين ما يجي آخر السنة ويحسب الربح الإجمالي إيه ووصل لك قد إيه ويدي لك الباقي، أو تلاقي نفسك إدالك أكتر فيبقى يخصمه من رأس المال. فهذه الصورة جائزة على أي حال. المانعين لهذه الصورة ان هو مش ضامن ان يبقى فيه ربح مستمر، فممكن يبقى في الاخر ايه خسائر تنبني عليه. واخد بالك ازاي؟ لان فيها نوع من الغبن، وانا لا استريح للصورة دي على فكرة.
لا استريح لهذه السوق. يعني هذا التاجر يعني من الذي عليه هذا التاجر؟ الراجل دلوقتي ادى فلوس وقال له اشتغل لي فيها، يعني التاجر ليه فيها؟ ينضدها له ويرجعها له، ينضدها له ويرجعها له. يقول له لا انا مش عارف التاجر، ودي لك حاجه من الربح قبل ما احدد الربح، لان السوق دائم التغير. ليه يعني ممكن يكون حال بعض الناس، معلش طولت شويه، حال بعض الناس مثلا اسره فقيره او كده، فاديته مثلا بعض مال لها يتاجر لها فيه، يحطه بقى في البنك والبنك يتاجر له وياخد ايه الربح بتاع البنك، على قول من يجيز ان ده ربح البنك، لان البنك بيستثمر المال في وجوه، واخد بالك ليه؟ لان البنك مضمون من البنك المركزي، فانا فلوسي مضمونه، لكن التاجر ده مش البنك المركزي، ممكن فلوسي تضيع منه ما يعرفش يردها لي، مش كده برضه؟ ها؟ في بدايه الكلام حضرتك قلت ان المال قد يجوز ان يكون مجموعه من الملاك، فما احنا لو تخيلنا ان مجموعه من الملاك دول هم المبتدعين. هو عارف مجموعه من الملاك يعني زي البنك، البنك ده المال اللي فيه زي مجموعه من الملاك. ليس تحديد النسبه هنا وتثبيتها مش حرام؟ ما احنا بنقول كده من زمان، بس مش كل الناس بتقتنع، لان هذه النسبه تحديدها بناء على دراسه يسموها دراسه جدوى، بيبقى عامل دراسه جدوى في السوق، وهذه الدراسه ما كانتش موجوده في الفقه القديم، دي دراسه حديثه. دي نسبه من راس المال ولا من نسبه من الربح؟ لا من الربح، مش من راس المال. بيقول على نسبه من راس المال. لا لا لا، هو بيتكلم على نسبه الربح. انا فاهم، يعني البنك بيحدد نسبه على راس المال. ما هو نسبه من الربح بنسبه المال، ما هو بيشوف المال ده مثلا 100,000 جنيه، عنده ال 100,000 جنيه في دراسه الجدوى في خلال سنه بتربح من 6% ل 9% من حيث دراسات الجدوى، فيروح هو حاسبها في المتوسط يخليها لك 7%، واخد بالك ازاي؟ على اساس ان الباقي مصاريف اداريه، فهذا جائز ما فيهوش حاجه، لان دي نسبه من الربح بناء على دراسه الجدوى. قبل دراسه الجدوى كان في بعض الناس يقول لك دي ليست ربا ولكنها قراض حرام، محرم. ليه؟ لانه حدد الربح مسبقا، وبالتالي يبقى قراض فاسد، تحديد الربح المسبق يؤدي الى انها عقد قراض فاسد. لا ده هنا تحديد الربح مسبقا، قدر الربح مش النسبة اللي هتاخدها من الربح، في النسبة اللي هتاخدها من الربح غير قدر الربح. يعني احنا بنقول المال ده هيربح قد ايه، قد ايه دي نسبة الربح، دي مجهولة، فلما حددها مسبقا تجعل القراض فاسد. لو تخيلت مثلا الربح 100%، احنا ايه نقفل الدرس بقى.